بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، فيقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة يتحدث الله فيها عن حقيقة الصوم ومقصده الأعظم. الله تعالى لم يفرض علينا الصوم لنجوع ونعطش ونتعب، وإنما فرضه لغاية ومقصد وهدف، وهو الذي تحدث عنه في كتابه فقال: لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تجوعون أو تعطشون أو تتعبون. الصوم يحدثنا أمير الشعراء شوقي عن فلسفته فيقول: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع، لكل فرض حكمة، وفرض الصوم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع وألم الجوع إذا لزع. فينبهنا في هذه الكلمات الطيبة على أن الصوم يعلم الإنسان خلال البر وخلال الخير. الصوم في حقيقته إنما هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى بالتخلق بالأخلاق الحسنة، فإذا لم يتخلق المسلم بأخلاق حسنة لم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقد ورد في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ورحم الله القائل: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. فعليك أخي الصائم أن تزين صومك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والامتثال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وأن يدخلنا وإياكم الجنة داره دار السلام بسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.